فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا داعية في بلادنا يجوز دعاء أصحاب القبور والحلف بغير الله، ويعتقد بأن تراب قبر الولي يشفي من الأمراض، وأن الله ليس في السماء إلى آخر ذلك. يقول: ثم قام داعية سلفي فقال بأن هذا داعية إلى الشرك. سؤاله: هل هذا الوصف مطابق لما ذكر؟ نعم، ما دام يدعو إلى التوسل بالأموات وطلب الشفاعة منهم أو المدد، هذا مشرك، يجب التحذير منه. نعم.